قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. والمسكين المتعفف أعظم المساكين حاجة، والإحسان إليه أعظم الإحسان. أنا أعرف طالب علم جاء إلى المدينة يريد طلب العلم، مسكين ما معه شيء ولا عنده شيء، يحضر الدروس عند المشايخ في الحرم، ثم في الليل إذا رأى أن الناس ناموا يذهب إلى حاويات النفايات لعله أن يجد بجوارها طعاما يأكله. ما أعلم أحدا ولا يسأل الناس. هنيئا لمن وقع عليه، والله من دله الله إلى مثل هذا الإنسان فقد أكرمه الله. طالب علم ومسكين ما يجد ما يأكل ومتعفف، ما يخبر حتى زملائه. أحد زملائه لاحظ هذا في الغرفة وخرج وراءه وجده يفعل هذا ولم يخبره. لكن جاءني وأخبرني عن حاله. ولذلك أنا أقول للناس تفقدوا طلاب العلم، تفقدوا طلاب العلم. والله إن الإحسان إلى طالب العلم المحتاج خير من الإحسان إلى غيره. اسألوا عنهم وعن أحوالهم وأعينوهم بما تستطيعون، فهؤلاء هم شيوخ الأمة في قابل أيامها، وهم الذين يرجى منهم الخير. ولا تزال الأمة بخير ما تفقدت ضعفاءها. النصر والرزق يأتي بسبب الضعفاء.